نروح لموسم الطائف. طبعا موسم الطائف قرب يخلص وتبقى الفعاليات والتجارب اللي عاشها الجمهور عالقه في الاذهان. فعلا الفعاليات كثيره، واحدى هذه الفعاليات التفاعليه الجميله عرفها جناح الجاحظ اللي يحكي عن الجاحظ ومؤلفاته، ومن اشهر مؤلفاته طبعا كتاب الحيوان، واستخدمت في العروض التقنيات الحديثة في قالب مشوق يتفاعل مع كافة الزوار. ماجد السقيري كان أحد زوار جناح الجاحظ وعاد لنا بهذا التقرير. في إحدى زوايا سوق عكاظ يستوقفك جناح الجاحظ بموقعه المميز والأصوات الخارجية التي تجذب الزوار. ذلك الباب يقودك لتكتشف عالما من المتعة والمرح، وقبلها كما من المعرفة والثقافة يكتسبها كل من يتجول في ذلك الجناح الذي يستعرض سيرته وحياته ومؤلفات واحد من أهم علماء العرب. فعالية الجاحظ تتكلم عن العالم من العلماء اسمه الجاحظ، تتكلم عن كتابه، والفعالية اسمها الجاحظ وكتاب الحيوان، تتكلم عن حياته عن تجاربه عن كل شيء، عن المعلومات اللي احنا نعرفها في قديمنا وأباءنا وأجدادنا يعرفونها، لكن أساسها الجاحظ هو اللي اكتشفها. الجناح بما يملكه من مقومات بات مقصدا للباحثين عن علم الحيوان، فالجميع يدرك أن المعرض تم تنفيذه بأسلوب مختلف يجمع بين التقنية الحديثة والصور المميزة. حسن وفرح وصفوا تجربتهم بجناح الجاحظ بالرائعة. سمعت معلومات غريبة أول مرة في حياتي أسمعها. الشيء الثاني اللي لاحظت أنه المعلومة يعني سهلة الواحد يوصل لها، اللي يحب أنه يقرأ المعلومة كقراءة يقدر يوصل لها، اللي يحب يجرب تجربة يقدر يجرب عشان يعني تطبيق، أو أنه الأطفال اللي بعمر صغير يقدروا المعلومة توصل لهم بطريقة لعبة أو بطريقة ستوري قصة شيء زي كده، يعني غير الألعاب التجربة، يعني أعيش التجربة من طاد من فوق وأشوف الغابة وأشوف دي الأشياء، يعني ما شاء الله شيء جميل ومرتب وسهل الواحد يوصل للمعلومة. صراحة تعلمت أشياء كثيرة، عشت دور الطير، الجهاز ده أنا مرة أحبه خلاني أعيش دور الطير. غير كده في شيء عرفته قبل شوية إنه النعامة ما عندها أداني أصلاً، فكيف؟ فقال لي لما تحط رأسها في الأرض هي تحس أحد يجي وتقوم تجري. ففي أشياء إحنا صغار ما كنا مركزين فيها، وإحنا كبار عرفنا ترى أشياء مرة كثيرة يعني. يقدم المعرض العلوم والمعارف من مصيف العرب في قالب مشوق وبرامج تفاعلية، ينتهي بفيلم يحكي رحلة الجاحظ مع علم الحيوان. الحمد لله تفاعل الناس جدا جميل وجدا يعيش تجارب، يعني هم أول ما يدخلوا يحتاجوا يدخلون على السينما، فيلم لمدة 7 دقائق يتفرجوا فيه على الجاحظ على حياته على كل حاجة، بعدين يجربون الواقع الافتراضي. عندنا 4 ألعاب VR مع الحيوانات، وعندنا إكواريوم في داخل البحار، وعندنا لعبة النسر، وعندنا مشهد تمثيلي، وعندنا تجربة ركن ترفيهي يعيشوا فيه التجربة العملية للي أخذوه بالكامل. تجربة جميلة، رحلة ممتعة يعيشها كل من يقصد هذا الجناح، جناح الجاحظ الموجود في إحدى زوايا سوق عكاظ. فئة كبيرة من الحضور هم من الأطفال يحرصون على التواجد تحديدا بالقرب من خشبة المسرح ليتعرفوا على معلومات صحيحة وقيمة عن الحيوانات داخل هذا الجناح. أسلوب عرض جميل ومبتكر ليتناسب مع الأطفال وكافة الشرائح التي تقصد هذا الجناح. لصباح الخير يا عرب، ماجد السقيري، الطائف.